السلام عليكم اخوان واخوات ومرحبا بكم معنا من سوق ميس سيدي حجاج اولاد مرح. اليوم 3/2/2022 غنداو مع اصدقاء ديالنا العجل الكسابي اخويا احمد الثمن ديال هاد الجوج الله يرضي عليك 150 7576 176 8800 هاد الرباعي هادو مليون و10 جمله هادو مليون و10 كي جاك السوق اخويا احمد اليوم هنا في سيدي السوق ناقص شويه ناقص العتايا اخوان ما داخلاش بزاف ماشي باش ندير نبينوا لكم الفورمه ديالهم ونبينوا لكم نجيبوا لكم الاثمنه اخوان يلا اخويا احمد الله يسهل عليك والله يعاونك تبارك الله عليك ها هما 150 176 الشيء الاخر مليون و10 10500 خويا محمد بخير الله يحفظك امورك هانيه الله يحفظك الله يسهل عليك تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك الله يسخر لي نجمي تسير والله يسهل على الجميع الخوت الله يعاونكم الدراري والله يسهل عليكم وتحياتي لكم الاخوان كاملين فين ما كنتو داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن مرحبا بالجميع الله يحفظكم والله يسهل على الدراري جيبهم تسير تبارك الله اخواننا هذا بلجيكي ما شاء الله زوين كسابي تمام اخويا تنضربوا فيه 86 مليون و 86 مليون و 86 14300 درهم نبينوا لكم الفورمه ديالو كيفاش مدايره حلوه حلوه زين كانت شي سلعه مليحه خرجت سبقت اخوان الغنم قال كانت شي ها زين هذاك تاهو نمشي ليه تاهو نمشي ليه ان شاء الله نجيب لكم الثمن ديالو والله يسهل هذا السيد كيطلب مليون و 86 مازال ما عطاوهاش ليه الله يسخر ليه الله يجيب ليه تيسير الجزائر ياك اخويا اييه الله يحفظك اش جابت فيه 308000 ريال بشحال خالص 308000 15400 درهم بالنسبه بلجيكي ايه بالنسبه للجزائري شحال طالع كي داير الثمن واش كيشتا 11.40 11.20 السوق زوين مليح زين 11.40 11.20 مليح مزيان ايه مليح بحقه مليح بحقه انت قلت لي عندك نمره 5 في المارشي ايه ديال بن حمد نمره 5 وكتذبح على تشكل ولا شي حاجه ايه بحال احسن من هادشي احسن من هادشي والله يسهل عليك قلت لي طالع المليح كاع طالع 11 وشويه 11.40 الله يرضي على خويا الله يسهل عليك تبارك الله ما شاء الله والله يسهل لك خويا صاحبنا باش لا موكل هذا لا لا خليه خليه موكل حيت خليه خليه طرم الله يسهل عليه الله يسهل تتا خويا الله يسهل لك الله يسهل لك المرض لا تسلم تسلم الله يعود الله يحفظك والله يسهل عليه وهذا 308000 تبارك الله ياك اخويا لا عندك المليح ما نعاودش معاك هضره مليح ابويا والله يسهل عليك الله يسهل عليك ان شاء الله تبيعوا بالرباح يبيعوا بالرباح ان شاء الله خمسة تبارك الله هذه خيرات تاع الدروبه القزاريه هنا في سوق الخميس سيدي حجاج ولاد مراح كي داز الثمن اليوم في السوق؟ شويه كاين الثمن اليوم كاين الثمن السلعه هي الثمن هاد السلعه اييه وهاد الشبل متشحم راه ما بين سلعه 1040 1060 الله يرضي عليك هاد الماكسيموم كيتلقى ب 1200 12 بزاف وشحال كت هادي 46 باش خالصة مليون و 46 12300 باش خالصة قال لك والله يسخر لك الله يسهل عليك نشدوها مزيان صافي لا صافي ماشي مشكل ما تعطيناش التفاصيل والله يسهل لك المرض دار الرباح ولا ما ياكلوش الكباش ما كانش بغا يعطيو العيب الله ياكل والله يسهل لك ابو عبد الوافي الله يسهل لك هذا ها واحد منهم لا لا خلي خليه يطرم
خلي طرونكي ياك ياك الله يسخر الله يعاونك. تبارك الله يا اخوان ما شاء الله. احمد داره ولا داره وا استنى طلع الجمو ثمن اخويا مليون و 44 لعاب عطينا مليون و 44 12 و200 خلي يسرح فينا العيوب صح. حسين بخير ولا الله يحفظك الله يبارك فيك. دارنا ماش وميتين اخوت يا والله يسخر لي من الجنس. شو يا شو 170 طالياني يا واحد طالياني ومغربي طالياني 140 باش مشي مليح نعاود نشهد هضره زوج ولا مشي انا اللي خديت 100 فين هو مشي تأكدوا اخوان من الثمن شحال باش ديتي المرض ساعدك ليا ها شحال الثمن 140 160 16 زين سبعة آلاف وثلاثمية درهم الله يسخر. أعطينا رشيد لحدك أخوي كي داير مزيان 170 الله يحفظك هذا 170 كروازيين ياك كروازيين 170 والعجله اخي العجله 130 الشطاين هذيك ولا الشطاين 130 6500 زيد هذاك الشيء اللي مربوط تما والله يحفظك يا اخو يوسف تبارك الله عليك الله يحفظك. تحيه للناس تاع الشرق اخوان كيجيو يضربوا الطريق. انا معاك شحال رشيد باش مشات؟ انا 160 كيعطيو مولاه 8000 درهم واصله 170 8000 ولا شي حاجه 8000 8500 لا زينه اش من النوع تاعي؟ الشطاين دوري يجي الشطاينيه هذه تبارك الله. والبقرة خويا راشد البقرة بقات عندي وحدة اي نشدو عليها تا هي نشدو عليها هادي ماشي ديال مربوطة هنا وصافي. فين هي البقرة كحلة؟ فين هي البقرة؟ نمشيو مع اخوان ناخذ البقرة ونخليو الرقم تاع التليفون ديالو. هي هادي هذا خويا 300 عندها 4 شهور ونص دار 300 4 شهور ونص دار العجله بنت تبارك الله كبيره وسنا كي دايره ساتية اخويا رشيد خلي لهم رقم تاع التليفون 06 71 28 06 89 طيب بها مولاتي قلب ولا اللي بغى عجوله عجلات كلشي مرحبا كلشي تما كلشي الله يسهل عليك الله يسهل عليك. الضروبه كسابيه في سوق خميس سيدي الحجاج ولاد مرح كي داير الثمن في الضروبه اليوم خويا؟ هذه 124 لا واش كاين شي ثمن السوق؟ كاين ثمن زعما 100 شحال قلتي؟ 124 124 هذيك 130 6000 و200 وهذه 6500 والمزيد ياك شاك بتاع الحرمه فيرا والحرمه ندوز اخويا الله يرضي عليك كدير مزيان انت بخير امورك هانيه الله يحفظك. انت عايشك عمزيد تصبر فيه عمزيد راه صاحبي ولا صاحبي مجالات عندنا مزيد تخليهم التليفون عاود ثاني الا بغى شي واحد شي عجينه 26 40 35 29 عبد المجيد كاين هنا واحد تاع راس العين بلجيكي البلجيكي المليح البلجيكي صاحبي ما كيشريش كيسال البلجيكي
الله يسهل عليك عبد المجيد، حتى الله يعمر الدار. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. هذه ريحتينا فيها. قول لنا انت هذا عجيلات، هذو عجلات؟ انا ما عنديش بلجيكي بحال مجيد. لا انت عندك العادي، هو الشطين هذو؟ انا ما عنديش طين. عجلات. الثمن اخويا 130 بجوجات. شحال خمسة؟ 65 الوحدة. 3250 درهم في الوحدة. ولكن خاصهم شوية الدواء والتهلل والماكلة. الماكلة هي كل شيء. تشفي صابر. الله يرحمنا ان شاء الله. ضروبات تبارك الله زينات، خصهم غير كما قلنا غير تهل. وديما كدير بحال هادشي. خلينا انت التليفون ديالك. ديما كندير 06 06 22 22 93 93 12 20 12 20. السمية اخو مسكي محمد علان. مسكي علان. مسكي علان، خليها علان. مسكي علان، الله يسهل لك مسكي. واه هذا مسكين الله يسخر. انت تالي قول لي انا راك تيوا ايش انا مستل ما تقول لي وانت اللي شاد باش يدوي معاه. لا شحال عاطينك؟ 8 وصافي. 85 قول لي عطاونا. 90 سير سيدي. 50 مشكل فيها خير. شدعني المعطي قول لي ماذا؟ هذا هو المعطي. اي سيدي عطاونا 90. 90 سوق 100 عجله. واش بلدي هذه ولا؟ رومي. السوق ناقص شويه. ناقص السوق، الوقت فات الناس. الوقت باغي الناس فعلا. هذا جاي، هذا جاي. كورونا خلطت. الوقت اخويا بغات الماء نقصت 40,000 من العرض 30. فعلا كاين هذه الهضره عندك صحيحه. 40 30 والله الله يسهل عليكم. تبيعوا ان شاء الله بالربح. تبارك الله على خوتنا. تبارك الله عليكم خوت. ان شاء الله نساليو هنا. الله يحفظكم. واللي شاف فيديو عجبو يخلي واحد اللايك، واللي شاف فيديو عجبو بارطاجيه. الله يسهل على الجميع. الله يرحم الله يعطينا الشر. تبارك الله عليكم عبد الغني ويحييكم. الله يدير الخير.